جزيرة رشقون جوهرة الغرب الجزائري بطابعها السياحي تجذب الأنظار، لكن تاريخها أعظم من جمالها الظاهر. جزيرة رشقون جزيرة تاريخية التي تعتبر وإن هي مفتاح الحضارات اللي مروا على هذه المنطقة. جزيرة رشقون يعتبر من أقدم المتاجر البونيقية عبر الساحل البحر الأبيض المتوسط. عديد الحضارات مرت بهذه المنطقة وأهمها دولة نوميديا الغربية. الجزيرة لها يعني عدة حقبات تاريخية، قلنا ما قبل التاريخ، ثم فجر التاريخ وهو الاستيطان الفينيقي القرن السابع حتى القرن الخامس، ثم أنها كانت لها علاقة مع مدينة سيغا التي كانت عاصمة للدولة أو المملكة النوميدية المصاصيلية الذي كان على رأسها الملك سيفاكس، ثم عاشت المرحلة الرومانية تحت اسم بورتوس سيغانزيس ولا لو بور دو سيغا، ثم عاشت التاريخ الوسيط. كل الحضارات اللي مرت من هذا من هذه المنطقة كانت هي المفتاح فيها أو البوابة اللي مدت الكل، جعلت باش كل الحضارات تمر عليها، سواء كانت الحضارة الفينيقية البونيقية أم الحضارة الرومانية البربرية بصفة عامة أو الإسلامية وحتى في العهد الفرنسي. هي البوابة كذلك نتاع مدينة سيغا اللي كانت عاصمة للحضارة المازايسيلية اللي كان على رأسها سيفاكس. جزيرة لا زالت وجهة للسواح والمختصين في علم الآثار والبحار، تحدث بوجودها الواقع عن ما كانت تشهده في الماضي القديم والحديث.